مشاهدينا، هذه متابعة يومية لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد 19 من مايو، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرارا للموجة شديدة الحرارة. طيب، خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن طقس هذا الأسبوع مع دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور، أهلا بحضرتك. اهلا بيكي استاذه ساره، واهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع. أهلا بك يا دكتور. خلينا بداية نتكلم عن درجات الحرارة النهاردة وحتى نهاية الأسبوع قبل ما نتكلم في تفاصيل الموجة شديدة الحرارة. احنا طبعا خلال هذه الايام بنشهد ارتفاعات في قيم درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه. بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 39 درجه مئويه، قيمه درجه الحراره المسجله في الظل. اليوم طبعا مستمر معانا ارتفاع قيم درجات الحراره، لان احنا خلاص بدانا موجه ارتفاع قيم درجات الحراره في الهيئه العامه للارصاد الجويه. انا قلت عنها وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه، الموجه دي بدات معانا يوم الجمعه النهار امبارح السبت كان في ارتفاع ملحوظه. اليوم ايضا مستمر معانا الارتفاعات في قيم درجات الحراره، لان اليوم بنتاثر في الكتل الهوائيه الصحراويه. الكتل الهوائيه الصحراويه دي مرتفعه بشكل كبير قيم درجات حرارتها. طبعا كمان بنتاثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على زياده فترات شروق اشعه الشمس، الاجواء المشمسه وارتفاع قيم درجات الحراره. عشان النهارده هنحس ايضا بالاجواء شديده الحراره في معظم محافظات الجمهوريه، خاصه المحافظات الداخليه. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تسجل 38 درجه مئويه، ده في الظل. المناطق اللي موجوده في محافظات الصعيد الاقصر واسوان 44 درجه مئويه. وطبعا درجه الحراره اللي المواطن هيحسها نتيجه تعرضه لاشعه الشمس هتبقى اعلى من القيم اللي انا ذكرتها بارقام بس يا دكتور، اكثر لو من كده اسمحيلي، بحوالي اعلى من 3 أربعة؟ درجات، ممكن يزيد عن كده كمان على حسب التعرض المباشر لاشعه الشمس والوقت كمان اللي انا هتعرض فيه لاشعه الشمس. يعني فتره النهار اجواء شديده الحراره في معظم المحافظات. الاماكن الساحليه اجواءها ما بين شديده الحراره الحاره، بتبقى طبعا اقل حراره من القاهره الكبرى او المحافظات الداخليه. كمان فتره الليل مع غياب اشعه الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، لكن كمان الصغرى فتره الليل مرتفعه مع الارتفاعات اللي بنشوفها فتره النهار بتاثر على فتره الليل. وهنلاقي الصغرى فتره الليل متوقع ان هي تسجل قيم درجات حراره ما بين 25 و26 درجه مئويه، فبالتالي البروده اختفت تماما خلال فتره الليل. بدانا نشعر بالاجواء ما بين المعتدله والمائله للحراره فتره الليل في معظم محافظات الجمهوريه. متوقع كمان اليوم مع فتره المساء اللي هي فتره المغرب وفتره الليل ان سرعات الرياح تزيد، فده يلطف الاجواء بعض الشيء، فاحنا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره فترات الليل بعد الارتفاعات الملحوظه اللي هنشوفها فتره النهار في معظم محافظات الجمهوريه. طيب، في موعد متوقع انه يكون انكسار للموجة يا دكتور؟ احنا طبعا الموجه دي هي مكمله معانا مده لا تقل عن اسبوع، بدات معانا زي ما قلنا من تمام يوم الجمعه الماضيه، ومتوقع استمرارها معانا لحد يوم الجمعه اللي جايه. يمكن قيم درجات الحراره كمان بكره متوقع ان يكون فيها مزيد من الارتفاعات عن اليوم. بكره الاثنين ان شاء الله عظمى على القاهره الكبرى متوقع 41 درجه مئويه محسوسه تتجاوز طبعا ال 41 بشكل كبير، ده في القاهره الكبرى. فلسه على مدار الاسبوع ده كل قيم درجات الحراره مرتفعه، على مدار هذا الاسبوع كل قيم درجات حراره ما بين 38 وال 41 درجه مئويه. طول الاسبوع ده الاجواء هتكون فيه اجواء شديده الحراره، مع يوم الجمعه هيحصل انتصار لحده الموجه، مش انخفاض بشكل كبير في قيم درجات الحراره، تمام. لكن لسه الاجواء مكمله معانا بالارتفاعات اللي هتكون اعلى من المعدلات الطبيعيه الجمعه والاسبوع اللي جاي كمان، لكن في درجات حراره اقل من الحده اللي احنا بنشوفها خلال هذا الاسبوع، فنقدر نقول تنكسر حدتها مع يوم الجمعه، لكن هيظل احساسنا بقيم درجات الحراره مرتفع، هيظل الاجواء فتره النهار فيها اجواء مشمسه بشكل كبير. يعني احساسنا بالطقس خلال الاسبوع اللي جاي ما بين الحر الى شديد الحراره اقل من حدنا من اسبوعنا، مش انخفاضات ملحوظه. خلينا بس نتاكد، لان الناس فاكره ان هيحصل انخفاضات ملحوظه في قيم درجات الحراره. الاجواء الربيعيه اللي كنا بنعيشها قبل كده خلاص تدريجيا هتختفي، لان احنا بيفصلنا عن بدايه فصل الصيف تقريبا شهر، واحنا في النص الثاني من فصل الربيع. عاده ما اجواء بتكون اقرب لاجواء فصل الصيف، عشان كده احنا مهم جدا اثناء الموجه دي، لان الموجه دي تعتبر ان هي استثنائيه في طولها، الموجه طويله بشكل كبير، طول الموجه ده يخلينا نحس بارتفاعات اكتر في قيم درجات الحراره،
يخليني، لان احنا دايما متعودين على موجات قيم درجات الحراره والارتفاعات بتبقى يومين ثلاثه بالكثير، لكن دي مده صح، مدتها أسبوع تجاوزت كثير. اسبوع، فبالتالي مهم جدا قدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره من الساعه تقريبا 1 الظهر لحد 4 5 العصر. الوقت ده شده اشعاع الشمس بتبقى عاليه بشكل كبير، بنسجل قيمه درجه الحراره العظمى في الوقت ده. فبقدر الامكان لو انا اضطريت ابقى موجود في الشارع في الاوقات دي، مهم جدا يكون معايا غطاء للرأس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس بشكل مباشر. مهم كمان ان انا ما ابقاش تحت اشعه الشمس فترات طويله، دايما اغير درجه حراره جسمي ما بين اماكن الظل والاماكن اللي بيكون فيها اشعه الشمس، تجنبا طبعا للاجهاد الحراري. نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، بس الميه تبقى موجوده في دي على مدار اليوم. الملابس بقدر الامكان تكون فاتحه اللون، قطنيه، فضفاضه. ومهم كمان ان احنا نستمر في المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان وارد جدا قيم درجات الحراره يحصل فيها تغيير، لان دي طبيعه فصل الربيع بالارتفاع او الانخفاض، وان شاء الله دايما السلام. إن شاء الله يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، جزيل الشكر لحضرتك. شكرا لكم. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم، يمكن دي أطول موجة حر عدت علينا ولسه مكملة لحد أسبوع الجمعة اللي جاية. من النقاط المهمة جدا اللي ذكرتها دكتور منار إن الجمعة القادمة هيكون فقط انكسار للموجة لكن مش عودة للانخفاض درجات الحرارة. زي ما قالت، الأجواء الربيعية تقريبا بتختفي، فضروري جدا انوه على حضراتكم انه يكون في ازازه ميه، ما اقفش في مكان فيه اشعه شمس متوجهه على وشي او دماغي بشكل مباشر، لانه اعتقد ان احنا نستشعر درجه الحراره اعلى من 41 درجه وفي مناطق زي هنا عندنا 44 درجه، فدي حاجه صعبة جدا، يعني ممكن حد يصاب بضربة شمس، ده شيء مروع جدا وبتكون الإصابة فيه مش قليلة. فكل السلامة لحضراتكم، أتمنى إن احنا نتابع نصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية ونتابع دايما النشرات الجوية حفاظا طبعا على سلامة حضراتكم. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، دائما كونوا معنا على مدار الساعة، وفي أمان الله.